حدثنا علي بن عبد الله قال حدثني محمد بن معني بن محمد بن معني بن نضلة بن عمرو الغفاري مديني قال حدثني جدي محمد بن معن عن أبيه معني بن نضلة عن نضلة بن عمرو الغفاري أنه لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمرابين فهجم عليه شوائل له فسق رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم شرب فضلة إناء فامتلأ به ثم قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كنت لا أشرب السبعة فما أمتلئ قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المؤمن يشرب في معن واحد وإن الكافر يشرب في سبعة أمعاء.